مباراة القادمة للمنتخب الجزائري أمام المنتخب المصري في الجولة الثانية من بطولة العربية لكرة القدم داخل الصالات مجموعة بي، لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل التطبيق زر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب الذي يستضيف هذه المباراة ملعب صالات الهيئة العامة للرياضة. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون في الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 6 بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بيكون من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة قناة اس اس سبورت اتش دي 4 الناقل الحصري للمباراة، وسوف تلعب هذه المباراة يوم 22/6. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة، ونلتقي معكم في موعد قادم.